الحظ. صباح الفل عليكم الكل، صباح الخير، ويكاند ليندا، ان شاء الله تكون بخير وتحقوا كل امنياتكم، خاصه مولود اليوم من برج الاسد. ان شاء الله يا ربي صباحك زين فيه الخير، وكل عام وانت حي بالف خير. العام عامك راهو مليان حب، طاقه واخبار جديده، راهو الشهر ناري، حظوظ كبيره لكيفه الابراج الناريه منهم القوس والحمل، اللي برج الحمل يحالفوا الحظ، والويكاند هذا يعدوا بالمفاجئات الساره واللي اللقاءات الممتازة. ومع وجود القمر في الثور، ويكاند ممتاز والحظ الكبير يرافقك، فما الفرحة اللمة والضحكة المزيانة، وصباح التغييرات الممتازة والحظوظ الكبيرة والتأثيرات الإيجابية على برج الجوزاء. يامات الجاية تحكي على العلاقات الزينة، سفر، حب تفاهم وتحقيق أهدافك الشخصية. وكان على الفلوس، راهي عند السرطان حظوظ مالية كبيرة، والتأثيرات هذه إن شاء الله يا ربي ترافقكم من الاخر شهر جويليا. وعلى فكره لو فما فرصه ارتباط للاسد على طبق من ذهب، راك تعيش سعاده ما كيفهاش، وحاليا انت في اسعد ايام حياتك، فما فلوس، حب، والفرحه راهي زاده، تنور حياتك. وما تنساش اللي انت متربع على عرش الحظ الكبير مع انتقال الشمس لبرجك. نتعدي ونحن للعذراء اللي تتحسن النفسيه، والحمد لله وين كنت وين صبحت. وكان على برج الميزان عنده عروض مهنية بالجملة، راك تناقش عقد جديد، عندك نعم برشا جديد هو على صعيد العلاقات والاتصالات، عنده زادة تطورات، فما استثمار اللي ان شاء الله يا ربي يرى النور الايامات هذه. إلى عقرب راك في القمة، كيف كيف زادة تحقق امنياتك، راك تعيش ارباح مالية، عندك الدعم اللي هو الدعم موجود والفرص اكثر برشا من البارح. والقوس صدفة مزينة، راك تتعرف على صديق جديد، وما كذبش اللي قال وقت الجد الجد، راهو ما تلقى كينك الصاحب، راهو عندك الدعم، تتخطى زيدا برشا عراقيل وتحقق طموحاتك المهنية. والجدي راهي الرؤية واضحة قدامك، والمستقبل يعدك كان بالفيل الزين. وكان على برج الدلو، حاليا قاعد يراجع في أوضاعه ويطمح للتوضيح، نعم اللي هي توضيح بعض الأمور اللي تخص علاقته بالحبيب. ونختمه مع الحوت اللي عنده مركز مهم، نعم حتى هي تجربة جديدة تستنى فيك، واللي جاي إن شاء الله يا ربي يكون خير.